هي اه حاجه زي كده. طيب احنا معانا السيسه، محمد السيسه زميلك وحبيبك، وبعت لك رساله. انا عندي تقارير كتيره جدا والناس كلها بتحبك، فعشان كده لازم نبين للناس ادي الناس اصحاب رأفت مين. الحمد لله. هنشوف السيسه يقول لك ايه، وبعد كده عندنا اخر، عندنا بعد كده عندنا برضو مؤمن عبد الغفار. يعني عندنا تقارير كتير بقى، عايزين ننجز. الحمد لله. اتفضل يا احمد. احنا بنختصر. رأفت زميل ملعب وعشرة عمر وتاريخ كبير، يعني كان في اللعب او في التدريب، يعني فترات طويله جدا جدا زميلنا بعض فيها في الملعب وبتاع. وهو من اللعيبه اللي كان عنده غيره جامده جدا جدا جدا، وما بيحبش يخسر، وعنده تصميم رهيب في الملعب يعني، وملتزم في تمرينه وفي ماتشاته الحمد لله. يعني ربنا يديله الصحه. واول ما بطل خد مجال التدريب ومسك انديه كتير، او منها اسوان طلع بيها الدوري الممتاز، يعني كان ممتاز به وطلع بيها الدوري الممتاز، وترسانة اكتر من مره طبعا. وفتره الكابتن رأفت من الناس اللي لعبوا ناشئين كتير جدا، يعني كابتن رأفت من المدربين اللي جم نادي الترسانة ولعبوا ولاد النادي اللي هم في قطاع الناشئين من تحت، لعب ناس كتير جدا جدا، لعيبه كتير قوي قوي. هو في حاجه في النادي في المجموعه الجيل بتاعنا كله، يمكن انا وكابتن رافض بتاعنا عشره ثلاث اجيال، يعني كابتن شاذلي وكابتن مصطفى وكابتن الحملاوي وكابتن محمود حسن وكابتن حسن علي وكله، كابتن مصطفى طه وكابتن عباس فخري وكابتن تونسي، اجيال كتيره يعني ثلاث اجيال يعني عشناهم مع بعض. يعني الكابتن رافت دايما ايه، واحنا موجودين حتى في هو في الدرجه الاولى او معانا في قطاع الناشئين قبل ما يطلع الدرجه الاولى، في مواقف كتير قوي بالنسبه للعيبه عندنا في النادي، بيقف جنبهم ويشوفهم ويشوف مطالبهم ايه من غير ما حد يعرف. انا كابتن رافت بقول له يا ابو بلال ربنا يديك الصحه ويطول في عمرك ويخليك لأولادك، انت راجل جميل وراجل مخلص وطول عمرك وفي ناس عمرك كله في النادي، ربنا يديك الصحة ويشفيك يا رب. هتقول ايه لأسيس؟ لان عندي تقارير كتير قوي. طبعا كابتن محمد أسيس جميل، اعرفه من ايام ما كان بيلعب في القناة، وبعدين احنا كنا معسكرين في اسكندريه، وكان هما بيتمرنوا القناه هناك، كان ماسكهم الله يرحمه كابتن، نسيت كان مين اللي ماسك، واخترناه من هناك انا وكابتن يحيى السيد، كنت بساعد يحيى السيد وكان كابتن حسن علي، كنا جهاز يعني، وخدنا السيسه من القناه. قدتوك. انا لعبت عليه، هو بيلعب راس حربه وانت لعبت عليه ليبرو. عدى منك كتيرة ولا ما عداش؟ لا يعدي فين؟ انت عارف اذا كان عدى هيبان عليه.